طارق السويداني اشتغل نفس شغل المراحل ده. لو بتتذكروا ايام الاشرطه ما كان في يوتيوب ولا غيره، وانت صغار خلاص الا البساط، كان كاسيت، شريط كاسيت بيعمل البوم كبير قصص الانبياء، قصه ادم عليه السلام الشريط الاول، الوجه الاول والوجه الثاني، ابراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، بعد ذا قصص الصحابه عمر وبكر رضي الله عنهم، بعد ذا قصص امهات المؤمنين. والناس بيحبوا القصص، يفتحوا الشريط الواحد لما يريل. طارق السويدان قام طلع في الجريدة عندي في البيت، قال أنا قسمت حياتي لمراحل، المرحلة الأولى وهي المرحلة القصصية وهدفي منها تجميع الناس حولي، أما المرحلة الثانية هي بث أفكاري. فجأة قال أنا ما عندي مشكلة تعترض على الدين، تعترض على الإسلام، تعترض حتى على الله ورسوله، ما عندي مشكلة، بس شنو دي مرحلة شنو؟ بس ليبتين نحن نتمرحل مع الناس، يجي واحد يا مرحلنا نحن نتمرحل معاه، تلب يقع بينا جوا الحفرة الأولى نحن وراه، تلب جوا الحفرة الأولى خشومنا لما نتملي طين، نطلع تاني الجوز فوق، تلب نقع في الحفرة الثانية الطين ليه نخريننا. يا جماعة ليبتين الواحد يكون فاهم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابن عساكر وصححه الألباني في السلسلة، قال إن التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطان.